أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي الساعد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال على أنه تم إلغاء المدى 87 مكرر وأنه سيتم رفع أجور العمال ابتداء من هذه السنة. الاحتفال بعيد العمال في الجزائر جاء هذه السنة وعلى غرار السنوات الماضية على وقع احتجاجات في العديد من القطاعات هدفها تحسين ظروف العمال. قطع المياه.